عودة إليكم مرة أخرى وأخيرة مستمعي الكرام مع مسك الختام. حقيقة المملكة في ظل رؤية سمو سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز تخطو خطوات واثقة وخطوات عظيمة ومبهرة حقيقة في تمكين المرأة في ظل الرؤية الطموحة لسمو ولي العهد. وفي ظل هذه التوجهات والتوجيهات سار صاحب المعالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين وفضيلته أعاد هيكلة الرئاسة في أضخم إعادة هيكلة على تاريخ الرئاسة في العقود والسنين الماضية منذ تأسيسها. وعدد الوكالات الآن في الرئاسة تفوق 25 وكالة، ومن أهمها وكالة أنشأها صاحب المعالي أسماها وكالة تمكين المرأة، وهذه الوكالة تديرها وتشرف عليها ضيفتنا التي ستكون معنا في هذه الدقائق سعادة وكيلة الرئيس العام لتمكين المرأة برئاسة الحرمين الشريفين الأستاذة مرام عبد الكريم المعطاني. السلام عليكم أستاذة مرام. أهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييك أستاذتي الكريمة. مثل ما سمعتي معنا في المقدمة أن توجه الدولة قائم في الفترة الأخيرة ومنصب على تمكين المرأة وجعلها دائما في المقدمة. لو تحدثينا بداية عن دور المرأة في رئاسة شؤون الحرمين الشريفين. بداية أتقدم بجزيل الشكر إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وإلى سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على عظيم العناية والاهتمام والتمكين الذي صارت تحظى به المرأة في هذا الوطن. وأيضا الشكر لمعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس على دعمه ومتابعته الدائمة وما يليه من اهتمام لكل ما يخص شؤون المرأة في الحرمين الشريفين. أما ما هو دور المرأة في رئاسة الحرمين؟ تنخرط المرأة في رئاسة الحرمين الشريفين اليوم في كافة المجالات على اختلافها، فقد توسعت دائرة تكليفها عما كانت عليه في العقد الأخير، وأنشئت الوحدات والإدارات والوكالات المهتمة بتنظيم عملها داخل الرئاسة. وكما ذكرت أستاذ فارس، استحدثت مؤخرا وكالة مستقلة لتمكين المرأة تهدف إلى تكوين وتنمية القيادات النسائية وتوسيع المجالات المهنية التي تشغلها المرأة العاملة في رئاسة شؤون الحرمين من خلال تطويرها وإقامة المبادرات والمشاريع وبهدف تعزيز دورها القيادي. طيب الله يعطيك الصحة والعافية على هذه المعلومات القيمة. ما أدري تقدري بس تعطينا في هذه الدقائق عن أهم مشاريع وكالة تمكين المرأة؟ نعم، من أهم مشاريع وكالة تمكين المرأة مرصد المرأة في الحرمين والذي دشنه معالي الرئيس وجدا مهتم فيه. مرصد المرأة في الحرمين هو مركز متخصص يحتوي على قاعدة بيانات من خلاله يتم رصد كل ما له صلة بالمرأة وشؤونها في الحرمين الشريفين، سواء إنجازات، خدمات، مبادرات ودراسات حول المرأة في الحرمين الشريفين في مختلف المجالات. ويكون هذا المرصد إن شاء الله مرجع لصناع القرار من أجل قياس مؤشرات الدور التنموي والقيادي للمرأة في الرئاسة، مما يسهم في توفير الإحصاءات الدقيقة التي سوف تحسن إن شاء الله من أداء عمل المرأة وتعزيز خدمة ضيوف الرحمن. ما شاء الله تبارك الله. طيب تقدر في هذه المداخلة تعطينا عن مبادرات هذا العام في موسم حج 1443؟ نعم، في موسم حج هذا العام أطلقت الوكالات النسائية 11 مبادرة رئيسية إثرائية، معرفية، ثقافية، رقمية. ينبثق منها عدد من البرامج المعنية بإثراء تجارب قاصدات بيت الله الحرام
بعشر لغات مختلفة مثل التركية، الأوزبكية، الإنجليزية، الفرنسية وغيرها. من هذه المبادرات عندنا مبادرة حللتم أهلا، وتقوم على استقبال حجاج بيت الله الحرام والترحيب بهم وتوزيع الهدايا. أيضا مبادرة معرض إثراء وشرف، وهو معرض إسرائي ومعرفي وتطوعي باللغات المختلفة. أيضا مبادرة أول بيت وضع للناس للتعريف بمعالم المسجد الحرام، وأيضا مبادرة مشاعر قاصدة لرصد مشاعر قاصدات بيت الله الحرام عبر سناب الرئاسة. وهناك مبادرة شعائر باللغات المختلفة والتي تضم تحتها عدة برامج. ما شاء الله تبارك الله. لا طيب، ودي أعرف يعني وش الهدف من المبادرات المقدمة داخل المسجد الحرام؟ الهدف من أجل تمكين المرأة من أداء دورها في إثراء التجربة الدينية والثقافية للحجاج والمعتمرين، ليعودوا إن شاء الله إلى ديارهم بتجربة فريدة من المسجد الحرام. طيب أستاذة مرام، طبعا عندنا عدة وكالات نسائية موجودة في المسجد الحرام مثل ما ذكرنا في أول هذا اللقاء، ما مدى جاهزية هذه الوكالات النسائية لتنفيذ المبادرات المخططة في موسم حج هذا العام؟ وضعت هذه المبادرات بدقة متناهية واتساق مع موسم الحج لتغطي كافة الجوانب التي تتوافق مع خصوصية المكان والزمان، وأيضا مواكبة لرؤية المملكة 2030، وبمتابعة حثيثة من مساعد الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية الدكتورة العنود العبود، والتي تراقب المبادرات وسيرها، وأيضا جميع الوكيلات والمديرات. ومن هذا المقام أشكر كافة منسوبات الرئاسة المشاركات في هذا الموسم من مختلف الوكالات لجهودهم في إنجاح الموسم وتفعيل المبادرات وتقديم نموذج مشرف للمرأة السعودية المتشرفة بخدمة ضيوف بيت الله الحرام. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. يعني في هذا الموجز يعني طلعنا على معلومات كثيرة يعني ما سبق علينا التعرف عليها إلا من خلال هذه المداخلة المتميزة. ودنا يعني نسأل سؤال، كيف تتعرف القاصدات على هذه المبادرات وتستفيد منها؟ بشكل عام تم إطلاق إعلان عن هذه المبادرات في الموسم سواء عبر تويتر الرئاسة أو موقع الرئاسة الرسمي. متى يبدأ تقديم هذه المبادرات؟ تبدأ من وصول القاصدة إلى رحلة الحج حتى عودتها، تستقبل بالحفاوة والترحيب وتوزيع الهدايا من مطار الملك عبدالعزيز وأيضا محطة قطار الحرمين. ومن دخول القاصدة إلى المسجد الحرام ستجد هناك العديد من الكونترات التي سترشدها لكافة الخدمات والمبادرات المقدمة في موسم الحج. أيضا هناك الزميلات في المصليات يقومن بإرشاد قاصدات بيت الله على هذه المبادرات. ما شاء الله تبارك الله. طيب ما أدري يعني كيف وجدتم التفاعل مع هذه المبادرات من قبل هؤلاء القاصدات؟ ما شاء الله تبارك الله، في الجزء الذي انقضى من الموسم كان هناك إقبال كبير وتفاعل واسع مع كافة المبادرات، والحمد لله إن شاء الله بإذن الواحد الأحد سيتكرر أغلب المبادرات اللي وجدناها ناجحة في هذا الموسم إن شاء الله في المواسم القادمة. معالي الرئيس العام أستاذ مرام دائما ما يؤكد في أكثر من مناسبة، وهذا واضح أصلا في قراراته، وفقه الله في تمكين المرأة بيعني العمل على سدة القيادة في الرئاسة العامة فيما يخص الجانب النسائي، فهو دائما يسعى إلى تمكين المرأة وكذلك عملها دائما في الصفوف الأولية في المسجد الحرام وكذلك في المسجد النبوي. أستاذتي الكريمة، بماذا مكنت المرأة في الوكالة النسائية بالمسجد الحرام؟ أكد طبعا معالي الرئيس
كما ذكرت في أكثر من مناسبة بأن تمكين المرأة ليس هدف وقتي في رؤية الرئاسة العامة. ولتحقيق هذا الهدف واستدامته كانت الأدوات التي تم توظيفها متنوعة وتهدف كلها إلى رؤية بعيدة المدى تستند إلى المرأة باعتبارها مكونا رئيسيا في صناعة النجاحات. من هذه الأدوات عندنا توفير الدعم المهني للمرأة من خلال الدورات والإفاد وإكمال الدراسة، أيضا تطوير جميع الموظفات تقنيا، استقطاب المبتعثات من التخصصات المتميزة مثل القانون، الهندسة، هندسة حاسب، برمجيات، موارد بشرية، وأيضا أمن سبراني. تمكين المرأة عن طريق منحها مناصب قيادية وأيضا عقد الشراكات والاتفاقيات مع المؤسسات سواء الحكومية أو الأهلية لدعم المرأة. ما شاء الله، جميل أستاذة مرام. حقيقة أنا أشيد بالأستاذات في الجانب النسائي في المسجد الحرام، والله جميعهم بلا استثناء يا أبا عبد الرحمن محتشمات ملتزمات بالحجاب الشرعي، وهذا حقيقة هو ما يشرف المرأة السعودية. فشكر الله لكل من يعمل في المسجد الحرام بداية من معالي الرئيس العام إلى كافة الزملاء رجالا ونساء على جهودهم العظيمة المبذولة. ما في شك أخوي فارس، نصف زوار بيت الله الحرام هم من النساء. أكيد. فتمكين المرأة وإتاحة لها الفرصة في تقديم الخدمات لضيوف الرحمن هو يعني أمر طبيعي جدا، وهو متوقع من الرئاسة. نعم، شكرا لك يا أستاذة مرام على تواجدك معنا في هذا اللقاء، أكرمتينا بمعلومات قيمة ضافية حقيقة أنا والزميل فيصل لأول مرة نطلع عليها. شكر الله لكم جهودكم وعساكم على القوة إن شاء الله، وأنتم والله نغبطكم، أنا عن نفسي أغبطكم أنكم تعملون في بيت الله الحرام الذي يأمه الناس في اليوم 5 مرات وفي أطهر بقعة. فهنيئا لكم هذه المكانة، وهنيئا لكم هذا التمكين، هذا الشرف، وهنيئا لكم هذا المقام، وهنيئا لكم هذا الشرف. شكرا لك يا أستاذة مرام. الله يسعدكم، شكرا جزيلا. شكرا. كانت معنا مستمعينا الكرام وكيلة الرئيس العام لتمكين المرأة في رئاسة الحرمين الأستاذة مرام المعطاني. تقريبا وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم، أنا أشكر جميع الضيوف الذين كانوا معنا، 9 ضيوف اليوم حقيقة، نائب رئيس اللجنة الوطنية للإمداد الغذائي، مدير العمليات والتشغيل بشركة جدة الإدارية، رئيس قسم التشغيل بقطار الحرمين والمشاعر، مدير إدارة الحج والعمرة بوزارة الصحة، مدير مشروع أنشطة شباب مكة، رئيس مجلس إدارة مطوفي حجاج الدول العربية، مدير أو وكيل الرئيس العام لإدارة الحشود والتفويج بالحرم المكي، المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور بالمملكة، وختمنا بوكيلة تمكين المرأة. لم يتبقى إلا نصف دقيقة، يعني هذه الجهود كلها منصبة، وهذه الجهات وهذه القطاعات تسعى جاهدة في إنجاح هذا الموسم، وبإذن الله خلال أيام قليلة نحتفل جميعا ويحتفل العالم الإسلامي أجمع بنجاح هذا الموسم. نعم، شكرا للزميل فيصل، شكرا للمخرج عبد العزيز آل سحيم تعبناه، شكرا لتعاونه معنا، شكرا لدقته في الإخراج، وشكرا لمكبرنا أحمد ياسين. شكرا لكم أنتم كذلك مستمعين، في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.